بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآية التي تكلمنا عن أولها، وهي قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. قفنا عند قوله تعالى: وما يضرونك من شيء، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن هؤلاء المنافقين والمزورين لن ينطلي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله معه يسدده ويبين له طريق الصواب، فلا مجال للاحتيال عليه ولا للتلبيس عليه. وليس هو صلى الله عليه وسلم ممن يقبل العواطف أو يقبل الأشياء التي تعكر سير الحق إلى طريقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلمة صارمة في هذا الموضوع تدوي في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهو صلى الله عليه وسلم لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يحابي، ولا تؤثر عليه العواطف أو الحيل، فإن الله سبحانه وتعالى اختاره للعدل بين العالم. ولكن هؤلاء أغرار لا يعلمون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون أن الله مطلع عليهم ومحيط بهم، فهذا من غباوتهم وقلة عقلهم. وما يضرونك من شيء، هذه حماية للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الآية التي قبلها: وما يضلون إلا أنفسهم. قال في الكلمة التي قبلها: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. من شيء كلمة نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، فلا يمكن أن يدركوا من الرسول صلى الله عليه وسلم حيفا أو جورا أو تغريرا، لأن الله جل وعلا قد عصمه من ذلك وحماه، ولأنه هو صلى الله عليه وسلم في نفسه لا تأخذه الأهوى والعواطف والمحابات عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن العظيم الذي فيه العدل والرحمة والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهذا القرآن هو المرجع في هذه النزاعات والخصومات والخلافات. القرآن يفصل في هذه الأمور لمن رجع إليه بعلم وفقه وتأهل للرجوع إليه، فهو الكتاب العظيم المشتمل على ما يصلح الدنيا والدين إلى يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم، فهو كامل.
ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا هو القرآن العظيم الذي أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، كما قال في الآية السابقة: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. وأما الحكمة فقد قيل إنها السنة النبوية، الحكمة هي السنة النبوية، فإن السنة النبوية هي الوحي الثاني بعد القرآن، وهي الأصل الثاني من وصول الأدلة بإجماع أهل العلم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدل على أن ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والأحكام أنه وحي من الله جل وعلا، فالسنة وحي من الله جل وعلا. وقيل إن الحكمة هي الفهم الذي يعطيه الله من يشاء من عباده في كتابه، فالله أعطى رسوله فهم الكتاب، فهم القرآن، وبناء على ذلك فالسنة هي ما مما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن على هذا القول. فالحكمة على هذا هي الفهم الذي آتاه الله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يؤتي الله الفهم لغيره من أهل العلم، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المراد بالحكمة هنا الفهم الصائب ووضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. ثم قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الأول قبل البعثة لا يعلم شيئا، كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، فأنزل الله عليه القرآن والحكمة وعلمه سبحانه وتعالى علما لا يبلغه أحد من الناس، فهو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. فهذا من فضل الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فضل من الله على أمته، فيجب شكر هذه النعمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.